رمضان ببغداد شيء ولا أروع من هيك. الأجواء، الحياة، الأكل الطيب كتير، الإفطار، السحور، شو بصير بيناتهم، العجقة، الناس، الأراجيل، الأجواء الكتير حلوة. كانت حلقة حلوة كتير، أربعة أيام، ولو في أربع غيرهم ما كنا خلصنا. جربنا نفرجيكم بهالحلقة قد ما بنقدر من طعمة رمضان، شو بيصير بهذه الأجواء، بغداد اللي دايما عايشة، بغداد الآمنة، بغداد الكل حياة، بغداد الشعب الطيب يلي كله عباله يعيش ومبسوط، والناس اللي كلها مع بعضها عم بتعيد بهالشهر المبارك.